السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل المنح والفرص اللي إحنا عرضناها، زي منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا هنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الإعلان امبارح عن المقبولين في الفرصة دي، وإن شاء الله بإذن الله هيكون معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أوضح كمان إن رابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عنها النهاردة ورابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بالنسبة للمنحة بتاعت النهاردة بقى، هي منحة ممتازة جدا في دولة أوروبية، يعني منحة ممولة بالكامل، وأتمنى إنكم تتابعوا الفيديو ده بالكامل، يعني تتابعوا كل التفاصيل فيه عشان تعرف طريقة التقديم بالظبط وعشان ما تعملش أي خطأ في التقديم للمنحة دي. خلينا نتعرف بقى على التفاصيل بتاعت المنحة دي. هي منحة الحكومة الفرنسية ايفل، طبعا دي من اشهر المنح الموجودة في فرنسا. طبعا فرنسا يعني من الدول اللي ما بتقدمش منح كتير، فدي تعتبر اشهر منحة والمنحة الممولة بالكامل فيها، يعني شاملة كل حاجة، كل حاجة شاملة في هذه المنحة. الدولة زي ما قلنا فرنسا. الدول المتاحة للتقديم هي جميع دول العالم، كل الدول المتاحة لها التقديم بلا استثناء، سواء من قارة اسيا، افريقيا، اوروبا، اي دولة، ولكن بشرط يعني ما تكونش مقيم في فرنسا حاليا او معاك الجنسيه الفرنسيه. لغه الدراسه اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، طبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناس اللي من المغرب والجزائر وتونس ودول المغرب العربي، يعني هيكون متاح ليهم كمان يقدروا يدرسوا باللغه الفرنسيه من غير وجود عائق اللغه الانجليزيه. اما باقي الدول لو حد عايز يدرس باللغه الانجليزيه فهي برضو متاحه. البرنامج الدراسي للفرصه دي هي متاحه لدرجه الماجستير والدكتوراه، يعني اللي عايز يدرس ماستر او دكتوراه يقدر يدرس في المنحه دي، لكن درجه البكالوريوس اللي هي درجه المرحله الجامعيه ما تقدرش تدرسها في المنحه دي او غير متاح. تعال نتكلم بقى عن التمويل، والتمويل بتاع المنحه دي صراحه خرافي، يعني حاجه ممتازه جدا. التمويل بتاع المنحه دي بيقول انها مموله بالكامل شامله كل التكاليف، بتشمل تذاكر الطيران ذهابا وايابا بالمجان، يعني كل التكاليف بتاعة تذاكر الطيران او مبلغ الطيران بالكامل ذهاب واياب من دولتك الى فرنسا، وبرضه لما تخلص الدراسة في العودة برضه تذكرة الطيران عليهم. في مرتب شهري لدرجة الماجستير مقداره 1181 يورو، كل شهر هتاخده المرتب ده لدرجة الماجستير. لدرجة الدكتوراه هتاخد 1400 يورو شهريا، طبعا مبلغ كبير، مبلغ محترم تقدر كمان انك تدخر منه. هتكون شاملة كمان التأمين الطبي بالمجان في حالة لا قدر الله حدوث حادث أو مرض، هم هيشملوا تكاليف العلاج. وسائل النقل كمان بالمجان، يعني داخل فرنسا هتقدر تتنقل بالمجان، يعني مش هيكون في أي تكاليف لو سائل النقل عليك، لا هتكون بالمجان. هيكون في مساعدة في إيجاد السكن ليك مناسب، هم هيساعدوك وهيرتبوا ليك موضوع السكن وإنك تلاقي السكن بكل سهولة. كمان هيكون متاح ليك المشاركة في الأنشطة الاجتماعية إذا كان في هناك أي نشاط اجتماعي او اي حاجه تبع الجامعه اللي انت هتدرس فيها تقدر تشارك فيها برضو من غير مشكله. طيب بالنسبه لشروط التقديم ونركز فيها كويس جدا، بيقول لي شروط التقديم عشان تقدم للبرنامج ده يجب يكون عمر المتقدم اللي هيقدم لدرجه الماجستير ما يزيدش عن 30 سنه. في معظم الدول الاوروبيه بيطلبوا اقصى حد لدرجه الماجستير 30 سنه، وبالنسبه لدرجه الدكتوراه ما يزيدش سنك عن 35 سنه. طيب ايه كمان؟ بالنسبة للمتقدمين للمنحة والغير متحدثين اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، بتقوم المؤسسات الفرنسية بتحديد مدى قدرتهم اللغوية في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، يعني هم بيعملوا لك زي امتحان كده تحديد مستوى عشان يعرفوا مستواك في اللغة. وده بيخلينا نتكلم عن حاجة برضو مهمة جدا هنا، إن شرط التويفل أو الأيلتس مش إلزامي، يعني مش لازم يكون معاك تويفل أو أيلتس عشان تقدر تدرس في المنحة دي، ممكن إنك تتغاضى عن شرط الأيلتس أو التويفل على حسب الجامعة اللي انت هتختارها، يعني في جامعات هتتطلب منك ايلتس او تويفل، وفي جامعات تبع المنحة دي مش متطلبة الايلتس او تويفل، فانت لو مش معاك الايلتس او تويفل تحاول انك تختار جامعة من الجامعات اللي ما بتطلبش الشهادة الدولية دي، تمام؟ وهنتكلم لسه عن الموضوع ده بعد شوية. طيب ايه تاني؟
اخر ميعاد للتقديم ونركز كويس هو 9 يناير 2020. يعني انت متخيل المنحه قربت تنتهي، فلازم انت تحاول باسرع وقت انك تجهز كل الاوراق بتاعتك وترتب كل امورك عشان تلحق تقدم للمنحه دي. والتقديم بتاعها يعني الى حد ما يعني مش واضح شويه، وفي ناس كتير مش عارفه كويس عن المنحه دي، عشان كده انا حبيت ان انا اشرحها بالتفصيل النهارده. طيب ايه تاني كمان؟ كيفيه التقديم بقى، ونركز في الخطوات اللي جايه دي كويس جدا، لان دي اهم حاجه لازم تركز في الجزء ده كويس جدا. بيقول لي ان هناك عده طرق للتقديم. المنحه دي زي ما قلت مبهمه شويه، مش موضحين كل التفاصيل. طيب اول حاجه عشان اقدم للمنحه دي انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه لازم هتقدم للجامعه اللي انت عايز تدرس فيها. زي ما قلنا دي منحه حكوميه شامله معظم الجامعات اللي موجوده في فرنسا والمعاهد اللي موجوده في فرنسا، فانت ليك حريه الاختيار في الجامعه والمعهد اللي انت عايز تدرس فيه. يبقى انت لازم الاول تقدم للجامعه بشكل منفصل. طيب ايه الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها انك تتواصل مع الجامعه عبر الايميل الخاص بهم، او تروح للسفاره بتاعه فرنسا اللي موجوده في بلدك، او تتواصل مع الجهه المسؤوله عن المنحه عبر هذا الايميل. يبقى قدامك 3 اختيارات بعد لما تقدم للجامعه. ايه هما؟ انك تتواصل مع الجامعه، او تتواصل مع السفاره، او تتواصل مع الجهه المسؤوله بتاعه المنحه عبر الايميل ده. طب انا هتواصل معاهم ليه؟ هتتواصل معاهم عشان تسالهم على ملف التقديم الخاص بالمنحه دي. في ملف انت محتاجه عشان تقدم للمنحه دي، ده ملف منفصل عن التقديم للجامعه. التقديم للجامعه ده ابلكيشن اونلاين، بتخش على موقع الجامعه وبتقدم عليه. انما في ملف تاني انت لازم تملاه، تمام؟ والملف ده انت محتاجه من الجامعه هي اللي تبعته لك، او السفاره، او الجهه المسؤوله. يبقى في 3 جهات ممكن تبعته لك، وانت بتختار اي جهه، والابلكيشن ده موجود عند اي واحده فيهم. بس الاسهل طبعا انك تتواصل معاهم عبر الايميل ده، وهم يبعتوا لك الملف عن طريق الايميل، فده اسهل ليك. وهم طبعا بيردوا بسرعه جدا، لان هم كاتبين الكلام ده بالادله على صفحتهم الرسميه، وهنشوف الكلام ده بعد شويه. تمام، يبقى انت بتتواصل مع جهه من الجهات دي، وهم بيقوموا بارسال الملف ده ليك. تمام، والملف ده بيحتوي على شويه اسئله طبعا ومعلومات لازم انت تملاها. وبعد لما بتملى المعلومات دي انت بقى بتبعتها لهم مره تانية. يعني لو انت سالت الجهه المسؤوله عن المنحه عن الملف ده، يبقى لازم تبعتها للجهه المسؤوله. لو سالت السفاره يبقى انت لازم تبعت الملف ده للسفاره. لو سالت الجامعه يبقى لازم تبعت الملف ده للجامعه، وهكذا. رابع خطوه عندنا، بعد لما يتم قبولك في الجامعه اللي انت قدمت فيها في اول خطوه، الجامعه دي او الجهه المسؤوله هتتواصل مع المنحه، اداره المنحه، وتقول لهم ان الشخص ده مقبول عندنا في الجامعة، وبعد كده هيتم اختيارك في القبول النهائي للمنحة. يبقى خطوات التقديم شوية ما كانتش واضحة على الموقع الرسمي، انا حاولت بقدر الامكان ان انا اوضحها عليكم واشرحها بكل التفاصيل. طيب ايه الدليل على الكلام اللي انا بقوله ده كله؟ انا حاطط لكم اللينك هنا مسميه الدليل هنا، فتضغط عليه هيفتح لك الصفحة الرسمية اللي بتأكد الكلام اللي انا بقوله. تمام، كل المعلومات هتلاقيها موجودة هنا، بيشرح لك كل التفاصيل في الموقع ده هنا، وبيقول لك لو انت شخص لاول مره، يعني لو انت لسه هتقدم للمنحه لاول مره، هتضغط على كونتاكت اس. كونتاكت اس دي اللي هي فيها الايميل ده، تمام، اللي انا كتبته لكم هنا. فانا يعني وفرت عليكم وكتبت لكم الايميل. ولو انت يعني طالب لاول مره هتقدم المنحه، يبقى لازم تتعرف على شروط التقديم للمنحه دي. عشان تتعرف على الشروط هتضغط على كليك هير، هيدخلك على الملف ده. الملف ده برضو فيه كل التفاصيل باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية. باللغة الفرنسية هنا هتلاقوه فوق، واللغة الإنجليزية هتلاقوها تحت. وبيقول لي التقديم هنا عندي على خطوتين. أول حاجة إنك بتتواصل مع الجامعة أو الجهة المسؤولة أو السفارة، والخطوة الثانية إن أنت بتملى الأبليكيشن ده وبتبعته للجهة المسؤولة. ودي الخطوات اللي أنا كنت شرحتها هنا باللغة العربية. يبقى ده الدليل على كلامي، هتلاقوه في الملفات دي اللي أنا أرفقتها هنا. تمام كده، يبقى اظن مرحله التقديم انا وضحتها بكل سهوله. طيب ايه التخصصات المتاحه في المنحه دي؟ عندي تخصص الاقتصاد والاداره، الهندسه، القانون، والعلوم السياسيه. متاح فيها فقط 4 تخصصات. تمام، طبعا الهندسه بكل فروعها، يعني هندسه مدنيه، هندسه كمبيوتر، كل فروع الهندسه متاحه فيها. وطبعا دي تخصصات يعني رئيسيه، فهتلاقي مثلا جوه الاقتصاد والاداره في تخصصات فرعيه اخرى، فانت تقدر برضو تختار منها. يبقى متاح عندي 4 كليات اقدر اختار منهم المجال اللي انا عايز ادرسه. طيب
هنا هتلاقوا الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل اللي انا شرحتها دي باللغه الانجليزيه، انا برضو حطيته لكم عشان تتاكدوا اكتر من المعلومات اللي انا حاططها. هتضغط على الاعلان الرسمي للمنحه، هيفتح معاك الملف ده، كل التفاصيل بتاعه المنحه باللغه الانجليزيه هتلاقوها هنا. هتلاقوا ان المنحه دي بتشمل درجه الماستر، بتشمل درجه الدكتوراه، ونركز في حته هنا، في حته هنا نركز فيها، في رمز كده اسمه M2. M2 معناها ان المنحه دي انت بتختار المده بتاعتها. M2 معناها ان الدراسه لمده 12 شهر، M1 معناها ان الدراسه لمده 24 شهر، وانت بتختار التخصص، بتختار عدد الشهور او بتختار عدد السنين اللي انت عايزها في التخصص ده. لان طبعا درجه الماستر، في درجه ماستر بتبقى نظري وفي درجه ماستر بتبقى نظري وعملي، اللي هي السنه الثانيه بتبقى عباره عن بحث او الريبورت اللي انت بتعمله، فهكذا يعني انت بتختار المده. وطبعا الدكتوراه بتكون 36 شهر، دي برضو نقطه انا حبيت اوضحها. كل التفاصيل بتاعه المنحه هتلاقوها هنا، هتلاقوا كمان التمويل زي ما انا كنت قلت 1400 يورو لدرجه الدكتوراه، هنا 1181 يورو لدرجة الماجستير، يعني كل التفاصيل هتلاقوها في الملف ده، انا برضو حطيته لكم عشان كل حاجة تكون رسمية واضحة قدامكم. تمام، نرجع بقى تاني هنا للأوراق المطلوبة. ايه الأوراق المطلوبة في المنحة دي؟ قال لي عشان تقدم للمنحة دي مطلوب منك شوية أوراق، هي بتختلف من جامعة لأخرى، يعني على حسب اختيارك للجامعة. في جامعات ممكن تطلب شوية أوراق إضافية، في جامعات تطلب اوراق مختلفه عن الجامعه الثانيه وهكذا. فانت لازم لما تيجي تقدم للجامعه تشوف الجامعه دي طالبه اوراق ايه عشان تقدم لها بطريقه صحيحه. تمام، ولكن معظم المنح بتتفق على مجموعه مستندات او اوراق لازم تجهزهم، يعني كل المنح، كل الجامعات اللي انت هتقدم ليها مثلا بتتفق في لازم يكون معاك سيره ذاتيه، بتتفق لازم يكون معاك شهاده تخرج او كشف درجات، بتتفق لازم يكون معاك 2 من خطابات التوصيه، ويكون معاك خطاب النيه. دي حاجات اساسيه في الجامعات اللي انت هتقدم ليها لازم تكون معاك، وفي متطلبات اضافيه على حسب كل جامعه. طيب ازاي بقى انا دلوقتي الاقي الجامعه المناسبه واختار التخصص المناسب ليا في الجامعه دي؟ انا حاطط لكم هنا برضو اللينكات. طبعا انا قلت الدراسه في المنحه دي باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، فانا حاطط لكم هنا اللينك لو انت عايز تلاقي الجامعه اللي انت هتدرس بيها فيها باللغه الفرنسيه والتخصص اللي انت هتدرس فيه باللغه الفرنسيه، يبقى تيجي عند الجزء الاولاني ده هنا وتضغط على كلمه هنا عشان يفتح لك اللينك اللي انت ممكن تقدر تدور عليه على الجامعه المناسبه ليك. تمام، بيقول لك هنا بقى تقدر تبحث عن الجامعه او عن التخصص اللي انت عايزه. فليكن مثلا انا عايز ابحث عن تخصص مثلا كمبيوتر ساينس، فلو كتبت مثلا كمبيوتر تمام هيطلع لي كل التخصصات اللي بتدرس باللغه الفرنسيه، وكمان هتلاقوا هنا اللي بتدرس باللغه الانجليزيه. تمام، ولكن اللغه الفرنسيه في الموقع ده هي الاكتر، فانت مثلا تلاقي كل التخصصات موجوده. يعني مثلا على سبيل المثال لو اخترنا مثلا التخصص ده الكمبيوتر ساينس مثلا، هنضغط عليه بيقول لي ان التخصص ده موجود في لمده سنتين، التخصص ده لمده سنتين وموجود في المؤسسه او الجامعه اي سي باغي. تمام، فدي المؤسسه اللي بتقدمه، ودي عناوين الاتصال مع المؤسسه والايميل بتاعهم ورابط الموقع الرسمي للجامعه تقدر تخش وتقدم من عليه. يعني كل التفاصيل بتلاقيها هنا، بتقدر تختار التخصص اللي انت عايزه عن طريق شريط البحث ده، تبحث عن التخصص اللي انت عايزه فبيطلع لك التخصص واسم الجامعه اللي موجود فيها التخصص ده. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نبحث ونلاقي الجامعه والتخصص المناسب باللغه الفرنسيه. طيب لو انا عايز ابحث باللغه الانجليزيه وعايز ادرس باللغه الانجليزيه، هتيجي عند الخطوه الثانيه دي هنا وتضغط على كلمه هنا عشان يدخلك على الموقع اللي ممكن تقدر تبحث عليه باللغه الانجليزيه. طيب هنا بيقول لك دي كل تقدر تبحث عن التخصصات اللي بتدرس باللغه الانجليزيه، وعشان تخلي البحث اسهل عليك مثلا بتيجي تقول انا عايز البرامج اللي بتدرس باللغه الانجليزيه، وبتختار هنا التخصص اللي انت عايزه. يعني مثلا فليكن انا عايز تخصص هندسه، يبقى اجي اضغط على التخصص ده، ومثلا تختار الدرجه، انا عايز للماستر يبقى اختار الدرجه دي. مثلا لو قلت انا عايز عن برنامج مثلا كمبيوتر مثلا، تمام، يبقى الكمبيوتر تاني هنكتبه هنا، فهيطلع لي كل التخصصات الخاصة بالكمبيوتر. فعلى سبيل المثال مثلا دي كلها باللغة الإنجليزية، طبعا مش هتلاقي اللغة الفرنسية هنا خالص، يعني ما فيش تخصص باللغة الفرنسية هنا. فعلى سبيل المثال ده تخصص باللغة الإنجليزية كمبيوتر ساينس، هنيجي نضغط عليه تمام عشان يوريني البيانات بتاعة الجامعة دي والتخصص ده.
بيقول لي الجامعه اللي موجود فيها التخصص ده اسمها اي سي باغي. الجامعه دي ليها شويه متطلبات، بتحتاج ايلتس او تويفل، وكل الكلام ده انت بتشوفه هنا. تمام. طيب لو شخص بيقول لي انا دلوقتي عايز ادور على الجامعات اللي ما بتحتاجش الايلتس او التويفل في فرنسا، تمام، تدور عليها زي الموضوع بسيط جدا، خش على جوجل زي ما هنا انا عملت، وتكتب الجامعات اللي موجوده في فرنسا واللي ما بتحتاجش ايلتس او تويفل، هيظهر لك هنا كل الجامعات اللي موجوده في فرنسا اللي ممكن انت تقدر تقدم عليها ومش محتاجه منك ايلتس او تويفل، وتقدر طبعا انك بقى تخش جوه الجامعات دي وتختار التخصص اللي انت عايزه المناسب ليك. يعني الموضوع بسيط جدا. تمام. فعلى سبيل المثال بقى، احنا دلوقتي تعالى نعمل تجربه كده، عايزين نقدم مثلا للتخصص ده اللي هو الكمبيوتر ساينس في الجامعه دي اللي هي اسمها اي سي باغي. تمام. احنا هنعمل تجربه دلوقتي، ولكن انت تختار الجامعه المناسبه ليك والتخصص المناسب ليك عن طريق عمليه البحث. فمثلا احنا هنخش على الموقع الرسمي للجامعه من هنا، نفتح الموقع الرسمي للجامعه. تمام. انت هتخش طبعا على كل جامعه وتبدا انك من كل جامعه تقدم ليها. تمام. لان احنا قلنا اول خطوه لازم تقدم للجامعات. طيب هتعمل ايه؟ هتيجي هنا مثلا هتلاقي في كل جامعه يظهر لك زي حاجه اسمها هاو تو ابلاي، يعني بيوضح لك شروط التقديم للجامعه دي، ازاي تقدم لها. هتيجي تضغط مثلا على هاو تو ابلاي هنا. تمام. بيقول لك ان الجامعه دي قبل ما تقدم محتاجه منك شويه حاجات، محتاجه منك سي في، محتاجه منك صوره جواز السفر، محتاجه منك شهاده لغه انجليزيه اذا وجدت، محتاجه منك كشف درجات، محتاجه منك خطاب النيه او خطاب الدافع. بيقول لك دي الاوراق اللي بتطلبها الجامعه دي. تمام. لان احنا قلنا كل جامعه بتختلف عن الثانيه في الاوراق المطلوبه. هتيجي بقى انا عايز اقدم للجامعه دي، اعمل ايه؟ على سبيل المثال مثلا اكسس هنا هتضغط عليها عشان تخش على ابلكيشن التقديم للجامعه دي مثلا. فبيقول لك هنا عشان تقدم للجامعه دي لازم اول حاجه يكون عندك ايميل وباسورد. تمام. فانا مش عندي، انا كمستخدم جديد، اعمل ايه؟ هتيجي تضغط على كلمه ريجستر. تمام. عشان يفتح معاك صفحه التقديم بالنسبه للجامعه دي. انا هنا بعمل تجربه للتقديم لجامعه اي سي باغي. تمام. مش يعني الزامي انك تقدم للجامعه دي، انت ليك حريه الاختيار في الجامعه اللي انت عايزها. طيب هنا بيقول لك مطلوب منك عشان تقدم لجامعه اي سي باغي، مطلوب منك شويه متطلبات كده، تكتب اسمك، اسم العائله، الجندر بتاعك، تاريخ الميلاد، تكتب عنوانك الحالي، تكتب الايميل بتاعك، رقم التليفون، تكتب الكود ده مره تانية هنا. وبعد لما بتملى البيانات دي بتضغط على كلمه فاليديت. تمام. اول لما بتضغط عليها وبيتم تاكيد البيانات دي بتتبعت لك رساله على الايميل بتاعك. الرساله دي بيكون فيها ايه؟ الرساله دي بيكون فيها لينك التفعيل اللي انت هتخش منه على الاكونت بتاعك، وبيكون فيها الباسورد اللي هم عملوه لك، هم بيعملوا لك باسورد من عندهم. تمام. فانا هنا هاجي اضغط على لينك التقديم للجامعه دي عشان اخش واكمل بقيه الابلكيشن بتاعي. تمام. طيب دي بقى انا خلاص اوريدي انا دلوقتي جوه الابلكيشن بتاعي، اكمل باقي البيانات ازاي عشان اقدم للجامعه دي؟ هتيجي عند كلمه ابلكيشن هنا وتختار اللي انا عايز اسجل كورس معين، وتختار مثلا انك بتقدم لدرجه الماجستير. تمام. انا عايز مثلا زي ما كنا قلنا عايزين تخصص كمبيوتر ساينس، هنيجي نضغط على الكمبيوتر ساينس عشان يطلع لي البيانات اللي انا املاها في الجامعه دي. هنا مطلوب منك شويه خطوات بقى عشان تقدم للجامعه دي. اول خطوات مطلوبه منك انك طبعا بتاكد كل البيانات، يعني كل الحاجات اللي انت هتحطها في عمليه التقديم تكون صحيحه، فبتضغط علامه صح على الخانات دي. بعد كده بتخش على كلمه الايدوكيشن اند كواليفيكيشنز، يعني مهاراتك او خلفيتك التعليميه، تكتب الجامعه اللي انت درست فيها. فمثلا انت درست بكالوريوس لمده 4 سنين، يبقى تكتب مثلا في سنه مثلا 2015 2016 انا درست في جامعه مثلا القاهره، في 2017 2018 انا لسه بكمل دراسه في جامعه القاهره، في مثلا 2018 2019 انا برضو لسه في جامعه القاهره. يعني انت كل سنه من ضمن الاربع سنين بتحط فيهم نفس البيانات اذا كانت جامعتك فضلت يعني نفسها في الاربع سنين. تمام. ما عملتش تحويل لجامعه تانية او كده. طيب بتخش بعد كده على الخطوه اللي بعدها، اثبات قدرتك في اللغه الانجليزيه، وهنا الجامعه دي طالبه منك اثبات في الايلتس او التويفل، وبيقول لك لو مش معاك ايلتس او تويفل يبقى لازم على الاقل تكون درست البكالوريوس بتاعك باللغه الانجليزيه، ده يعني اضعف الاحتمالات. تمام. وبيقول لك طبعا قدرتك في اللغه الفرنسيه، يعني هل بتعرف اللغه الفرنسيه؟ ما بتعرفهاش، يعني حاجه كده ايه، مش الزاميه انك لازم تكون عارف اللغه الفرنسيه. نركز بقى في الجزء ده اللي هو الفاندنج. تمام. الجزء ده احنا لازم نحط فيه اللي احنا عايزين نملى لمنحه ايفل. فهنا بيقول لك انت ازاي عايز تدرس في الجامعه دي، يعني دراستك في الجامعه دي اللي هي اي سي باغي عايز تدرس فيها ازاي؟ هل انت على حسابك الشخصي ولا منحه ولا ايه؟ فهاجي اعمل اذر. تمام.
واكتب هنا في الوصف اللي انا عايز ادرس على حساب منحه مثلا ايفل، تمام؟ يبقى انا مثلا ايفل سكولارشيب، واكتب مثلا ايفل سكولارشيب اي وانت تو ستادي باي يوزنج ايفل سكولارشيب، وهكذا. انت تكتب الوصف انك عايز تقدم للجامعه دي على اساس منحه ايفل سكولارشيب. طيب بتخش بعد كده بقى على الامبلويمنت اللي هي اخر حاجه، اخر جزء عندك، يعني بيقول لك خبرتك العمليه او خبرتك خارج المجال الاكاديمي، يعني اشتغلت في حاجه قبل كده، عملت تداريب قبل كده، بتكتب كل الخبره اللي عندك هنا، تمام. وفي اخر جزء بيقول لك لو في اي معلومات اضافيه، ده البيرسونال ستيتمنت اللي احنا كنا قلنا عليه، خطاب النيه، بتكتبه في هيئه مقال يعني. طيب كل الكلام ده، دي كده البيانات المطلوبه منك. في بقى الاوراق اللي مطلوبه منك ولازم تاخد بالك منها كويس جدا، اللي احنا كنا قلنا عليها. مطلوب منك السي في ترفقه هنا، كفرنج ليتر، مطلوب منك 2 من خطابات التوصيه، صوره جواز السفر، شهاده التخرج اذا وجدت، شهاده اجاده اللغه الانجليزيه لو معاك بس مش الزاميه يعني، تمام، واي معلومات اضافيه واي مستندات اضافيه من اعمال تطوعيه او تدريب انت عملتها. يبقى تاني اعيد من اول تاني، المنحه دي طريقه التقديم ليها بتتلخص في 4 خطوات انا كتبتهم. بتتواصل، بتقدم للجامعه، وفي نفس الوقت اثناء التقديم للجامعه بتتواصل مع الجهه المسؤوله عن طريق الايميل ده، وبتتواصل مع الجامعه وتطلب منهم ملف التقديم الخاص بالمنحه. بعد كده بتعمل سبميت للملف تاني ليهم بعد لما تملى البيانات، وبعد كده لما يتم قبولك في الجامعه، الجامعه تتواصل مع المنحه ويتم قبولك قبول نهائي. وانا عملت التقديم للجامعه دي اللي هي بتاعت اي سي باغي كتجربه مش اكتر، انما انت تقدر تبحث زي ما وريتك على الجامعه والتخصص اللي انت عايزه. المنحه دي ممتازه جدا، بتشمل حاجات كتيره جدا، 1181 دولار للماجستير و1400 1181 يورو للماجستير و1400 يورو للدكتوراه، يعني مرتب جميل جدا. اتمنى انكم تسرعوا في التقديم للمنحه دي لان الديدلاين ليها قرب يوم 9 يناير. واتمنى يكون يا رب الفيديو ده مفيد ليكم، وان شاء الله باذن الله موفقين ومقبولين في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.